العالم الفقيه الشيخ صالح عبد الهادي المجبري. الشيخ الجليل الفقيه صالح عبد الهادي المجبري ولد بمدينة جالو عام 1936، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يدي الشيخ أحمد بن إدريس بالزاوية السنوسية في جالو، وبعدها انتقل إلى مدينة بنغازي وعمره 15 عاما، وهناك التقى بصديق شيخه الأستاذ حامد شويهدي وأخبره بمعهد ديني قد افتتح في مدينة البيضاء، فذهب للبيضاء مسرعا والتحق بالمعهد وقبل بعد اجتياز المقابلة. كان من ضمن الطلبة الذين افتتح بهم المعهد الديني. بعد إتمام دراسته في المعهد واصل دراسته في كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية في البيضاء، وبعدها تقلد عدة وظائف منها مفتش على المدارس القرآنية. وبعد عام 1969 انتقل لمدينة بنغازي وعمل موظفا في قطاع الإعلام، انتدب للأوقاف وعمل خطيبا وإماما، وعرفته العديد من مساجد بنغازي. كان بيته مفتوحا للناس ولطلبة العلم، يدرس اللغة العربية والفقه، وشرح بعض الكتب والمراجع لبعض طلبة العلم في بيته. كلف بمسؤولية المكتبات الثقافية بالهيئة العامة للأوقاف في ثمانينيات القرن الماضي، وأصبح رئيسا لوحدة الوعظ والإرشاد في سنة 1994، وترأس لجنة الفتوى ببنغازي سنة 2000. كان الشيخ صالح المجبري فقيهاً مالكياً من الرعيل الأول لجامعة محمد بن علي السنوسي، ورعاً متواضعاً عليه سيم الصالحين ويعلوه الوقار. رؤيته تذكر بالله تعالى وهو يعظ بحاله قبل علمه ومقاله. لازم التعليم والوعظ والإفتاء والدعوة إلى الخير عشرات السنين. انتقل للعيش في جالو في السنوات الأربع الأخيرة من حياته، وظل على عهد التعليم والإفتاء، وكان ممثلا لدار الإفتاء بجالو. غادر دنيانا بعد حياة مليئة بالعطاء والتعليم والإرشاد عام 2019، رحمه الله رحمة واسعة وتقبله في الصالحين والعلماء الصادقين.